يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نندازنا 300 تضامن. كنظموا عمليه الاعدال 14 وكذلك عمليه الاعدال لموسم 2017. احنا اليوم وصلنا ل 5164 طفل منذ 2003. هذه السنه عندنا ان شاء الله 200 طفل على مستوى منطقه عين حروده والشلالات وسيدي مسلم جدوب والمحمديه وبني خلف. هذه السنه مميزه بحكم اولا مشاركه الاطفال الافارقه خاصه المواجهين الافارقه باقليم المحمدي من الكونغو الديمقراطيه من كونغو برازافيل من ساحل العاج. احنا فرحانين باش شاركوا هاد الاطفال، دمجناهم ان شاء الله مع الاطفال ديال المغاربه وهي في اطار عوده المغرب للاتحاد الافريقي وتجسيد السياسه الحاكمه لصاحب الجلاله محمد السادس في اطار ادماج هاد المهاجرين الافارقه مع المغاربه، لان افريقيا تعتبر الام ديال المغاربه. غنقوموا اليوم باول قبل عمليه التحاليل الطبيه، الحمد لله كانت ناجحه التحاليل الطبيه لجميع الاطفال السالمين. وكذلك غنقوموا بتوزيع مجموعه من الملابس، الادويه، الحفاضات، المواد الغذائيه، لعب الاطفال، الحلويات. غنقوموا كذلك بتنظيم واحد العرس، عرس فني بمشاركه مجموعه من الفرق الشعبيه، وكذلك وضع الحنه على الاطفال على ايد، اضافه الى ركوب الخيل، ركوب الطفل على الخيل طبقا للعادات والتقاليد منطقه زناته والحفاظ على الموروث الثقافي وزناتي، هذا هو الهدف ديالنا واسعاد هذه العائلات. كذلك تشجيع الختان اللي كيكون طبي، وكنحاربوا ذاك الختان العشوائي، لان اغلب العائلات كيمشيو للختان العشوائي اللي هو مضر للطفل. كنتمنوا دائما العائلات يكونوا يقوموا الطبية ومن بعد تكون عملية الإعدار. إن شاء الله هذه العملية كتقوم بتنسيق بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعملية المحمدية، وبتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي بالمحمدية، ومندوبية وزارة الصحة بالمحمدية والمركز الصحي بعين حرودة، وبتعاون مع مجموعة من المحسنين كذلك وبعض المقاولات المواطنة. كذلك قمنا بتكريم بعض الشخصيات اللي كتدعم عملية الإعدار دائما كل سنة، منهم أطر طبية، منهم محسنين، منهم أطر ديال الجمعية. كان ان شاء الله السنه المقبله تكون عندنا اكثر من عدد 200 طفل، وان شاء الله الهدف ديالنا كذلك هو ادخال الفرحه على محيا على العائلات اللي كيعانوا بعض العبء المادي، يعني ما كيتوفرش على واحد العبء المادي على امكانيات. حنا كنحاولوا نوفروا لهم جميع الامكانيات لعمليه الاعدار، ونتمنى ان شاء الله غتكون عندنا مرحله اخرى ديال عمليه الاعدار في هذه السنه ان شاء الله، لان الطلبات كثيره. وعندنا ان شاء الله واحد مهرجان السلام ان شاء الله يوم الضرب، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء ان شاء الله 6 ماي في اداره دعم عائله 16 ماي، يعني مهرجان الضرب ديال السلام كتنظمه جمعيه النهضه في المركب سيدي بليوت بالضرب ابتداء من الساعة 10 صباحا. مرحبا بكم في مهرجان السلام ان شاء الله.